السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتتي داخل وخارج أرض الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. إخواني أخواتي، موضوع اليوم اللي غنطرق له فيما يخص الخروج الأخير ديال الهرواك والتحدي دياله أمام الأساتذة المساندين للأستاذ محمد المديمي، واللي قال وأكد أنه حتى شي واحد قام بالاستدعاء دياله. وهنا كيتبين لنا ان هاد العصابه اللي عندها يد مع هاد القضاء وبغاو يغرقوا الاستاذ المديمي كما غرقوه والله يطلق سراحه، والاكثر من هذا انه باعوه لانه كيف للمحامين المحترمين تتكلموا على الشكايات ضد الجهه الاخرى، وانتم عارفين هذيك الجهه، ولم نرى لحد الان ولحد الساعه يعني مش شفناش التفعيل ديالها ولا اي تحقيق، مش نتش تحقيق في هذيك الشكايات اللي تم وضعها امام النيابة العامة بمراكش. فلماذا لم تعمل هذه الشكايات في مدينة اخرى، او مدينة يعني على الاقل تكون مدينة محايدة، سواء في مدينة الدار البيضاء او لا يعني الرباط او لا اي مدينة اخرى غير مراكش. فبطبيعة الحال أن الحقوق محمد المديمي غادي يغرق، لأنه لحد الآن ما كاين حتى شي تحقيق مع هذاك معاد، هذاك السيد معاد اللي تهم منسوبة إليه فيما يخص هذاك التقرير السنوي اللي فقوه الأستاذ المديمي، واللي عرفنا ديك الضجة واللي شفنا يعني هادشي كامل، هذيك الطريقة الكيدية اللي كانوا كيحاولوا أنهم ينتقموا الأستاذ المديمي. فلحد الان اخوتي راه ما كاينش شي تحقيق مع ذاك معاد وحتى ذوك الناس الاخرين اللي متورطين في هذاك التقرير المزور. بطبيعه الحال هنا كنلاحظوا غير المحامين كيهضروا على البراءه كيف ما فعلوا في المحاكمه الابتدائيه ديال هرواك، وبطبيعه الحال القضاة تحت الرحمه ديالو. هاد هرواك اخوتي اللي دائما كنشوفوه كيدخل المحكمه يعني وكيبقى تنصص هاد الليل وكيبقى متبع ديك المقاضاة وديك الحكم وحتى التسريبات ديال الاحكام ديال هادوك الضحايا ديال الحساب حمزه مومبيبي، اللي مازال انهم كيتحداو القانون كيتحداو القضاء، وهذا كنعتبره استفزاز من هاد السيد اللي دائما كيخرج وكيستفز هادوك الضحايا وكيحاول انهم يرعبهم بهاد الخراجات. فبطبيعة الحال اخوتي كما ذكرت ان هاد القضاة كاملين هما تحت الرحمة ديالو. وهنا كيتبين الفرق بين المحامين المدافعين على الاستاذ المديمي والمستوى الضعيف باستثناء الاستاذ السناوي اللي صراحة كيناظر ومازال كيوقف يعني ضدا في هاد الناس اللي كيحاولوا انهم تصدوا هاد المحامين وكيحاولوا انهم ينتقموا منهم، وقدروا انهم صراحة تهديدات لانهم وصلتهم مجموعة من التهديدات من هاد العصابة، لهذا الشيء اللي خلى ان مجموعة من المحامين اللي كانوا متبعين هاد الملف ينسحبوا، وهذا ما جعل المركز اخوتي يبتعد عن هذا الموضوع، وكيتوضح لنا ان العصابة مهيمنة ومسيطرة على كل شيء في مراكش. وربما المركز الوطني لحقوق الانسان اخوتي اللي كينتميو له هاد الاعضاء، ربما اخوتي تلقوا تهديدات من هاد الاصابه، وهذا اللي جعل ان المركز لم يدلي باي تصريح او باي خرجات في هذا الموضوع. وكنتفاجئ دائما بخروج هذا هرواك قاتل الاجنه يدلي على المحاكمه ديال المديمي، يعني بلا حشمه بلا والو اخوتي بلا حشمه كيخرج وكيدلي على المحاكمه ديال الاستاذ المديمي والحكم اللي غيتلقاه، يعني ما عندهم احكام مسبقه، هادشي كامل شناه في السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي. فحسبي الله ونعم الوكيل اخوتي، كلشي باين كلشي واضح، يعني اشنو بقى الا ان هاد الناس يتسجنوا ويتم الحكم عليهم لانهم ما خرقوا القانون، لان هناك فساد في هاد المحاكم وحتى مدينة مراكش اخوتي. هادشي اللي كنشوفو اخوتي كيصدمنا صراحة، هادشي كيصدمنا حنا جميعا، وبغينا لابد انه يتم
يعني تنقى هذا الشيء كامل، تنقى يعني بفضل هذه التعيينات اللي قام بها يعني صاحب الجلاله اخيرا، وبعد ما قام بتنصيب السيد عبد النبوي اللي طولنا في عمره، واللي خد العاتق ديالو انه غيوقف شخصيا على هاد الملفات بعد ما استقبلاته او لا تستقبل من طرف الام ديال الاستاذ المديمي، اللي وضحت له يعني وضحت له مجموعه من اختلالات ومجموعه من الاشياء اللي وقعت لولدها، واللي اخوتي راه مازال قائم بدراسه هذا الموضوع، وان شاء الله غيكون واحد الحل، وان شاء الله الاستاذ مديمي غيخرج سالما غانما، وغنعرفوا ديك البراءه ديالو، وهنا فين غيتفرشوا هاد العصابه اللي مازال محميه من القضاء. ولكن الله كبير اخوتي، فالله يمهل ولا يهمل. فاخرتها اخوتي، اخرتها البراءه ديال الاستاذ مديمي، وهاد الناس كاملين غيتم السجن ديالهم في سجن الودايه، وهذوك الضحايا جميعا غيتنصفوا بسبب هذا الظلم وهذه الاحكام الجائره في حقهم، وخاصه خوتي الاستاذ مديمي، وكذلك اليوتيوبرز بالاخضر، وكذلك خوتي كمال شو وبلا حدود الله يطلق سراحهم عما قريب. فكنشوف خوتي حتى الان كنشوفوا الاساتذه هذوك المدافعين على الحقوق واللي كانوا نسحبوا يعني هذه مده، كالاستاذ نوري وحليم، وهنا كنوضعوا اكثر من علامه استفهام في هذا الشيء كامل، وربما هذوك الضغوطات او التهديدات، هذا الشيء اللي كيبان لنا اخوتي دائما كنشوفوا شي حاجه ماشي هي هذيك، لابد شي حاجه ماشي هي هذيك هي اللي كتخلي هاد الناس انهم ينسحبوا بهدوء تام، خوفا من الارواح ديالهم، خوفا من الحياه ديالهم، من هاد العصابه الخطيره. فالله غيبين الحق للاستاذ مديمي، والله غينصر رغم كيد هاد العصابه، والله غيفرج على المناضل، لان هذه خطه كيعملوها باش يوقعوا بين الاساتذه واليوتيوبرز. صراحه حنا غنبقاو واقفين ونتكلموا في هاد الموضوع الى اخر رمق، حتى يخرج الاستاذ مديمي، وحتى تطوى هاد الملف ديال حمزه مون بيبي، وترجع الحياه كما هي، حيت حنا كمغاربه ما كنبغيوش الظلم، ما كنبغيوش الحقره بحال هاد المسائل. وهذه تحيه للام ديال الاستاذ المديمي، الام ديالو المكلومه المناضله. شوف اخوتي، يعني هاد السيده كتناضل رغم يعني الوقوف يعني ضدها مجموعه من الناس، وتلقات تهديدات، وحتى انهم كيحاولوا انهم يخليوها بعيدا على هذا الموضوع، لان هذا الشيء كامل فهو انتقام. اخواني اخواتي، في انتظار يعني الصراحه الاستاذ المديمي واطلاق الصراحه ديالو، والفرحه اللي كنتظروها عما قريب في الايام القريبه القادمه، وهذا الشيء اللي غيفرحنا احنا كجميعا، وبهذا التعيين الاخير ديال صاحب الجلاله الاستاذ عبد النبوي، اللي غيقوم بالواجب، واللي غيرجع الحق يعني والهبه والثقه ديال المواطن في هذه القضيه. خوتي خواتاتي، حاولوا انكم تعملوا اللايك والبارتاج لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.